بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي انا سمنت وجهي كده؟ بفضل الله طبعا. وانا وزني 52 كيلو، الحمد لله كان وزني 90 كيلو، خسيت بالصيام المتقطع، بعمل تمارين اليوجا والمساج. بفضل الله وصلت نتائج هايلة. هوريكم ازاي تمرين هو اللي بينفخ الوجه كده، بنملأ الفم بالهواء ونضغط بالهواء الجنب الشمال وبعدين الجنب اليمين فوق الفم تحت الفم كده، بتتحسب عدة واحدة. هنعمله 10 مرات. نبدأ البداية دايما بالتدريج، نبدأ ب10 عدات ونزود كل يوم 5 عدات لغاية ما نوصل 30 عدة. 30 عدة معناها ان انا كده بعمل التمرين مرة، ممكن اعمله مرتين في اليوم بعد ما اوصل للـ30. بعد ما اخلص التمرين من اول ما ابدا بالـ10 عدات لغايه ما اوصل للـ30 عده، اي وقت يعني بدات التمرين تعملي بعديها الضغط. بعد ما نخلص التمرين خالص نفضل نافخين الوجه ونضغط بالراحه بالراحه كده برفق. انا كاتبه لكم برفق، الوجه او الجلد بيحب الضغط برفق، الضغط بقوة بيعمل تهتك للخلايا. هحط لكم في صندوق الوصف بتاع الفيديو تحت الفيديو على طول ازاي تبدأوا تمارين اليوجا والمساج من غير ما تترهلوا او ما توصلوش لنتيجة. عشان نوصل لنتيجة في اساسيات مهمة، لان الجلد ده غطاء، الخلايا اللي تحتيه هي اللي بتتحكم فيه. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. صحتك.